الانيميا غالبا بيتم اكتشاف الانيميا بالصدفه. حد رايح للدكتور بيشتكي من حاجه تاني خالص، فبيقول له نعمل تحاليل نطمن، يتفاجئ ان فيه انيميا. ومن كتر ما بقى هي بقت موجوده كتير قوي، اسمها كتير قوي، تحس ان هي بقت يعني حاجه معانا كده عادي، ده شويه انيميا، كأن الموضوع بسيط. هل هي فعلا الانيميا حاجه بسيطه؟ لا طبعا. ليه يعني؟ ايه اللي هتعمل له انيميا تحديدا بالنسبه للاطفال؟ الانيميا هتؤدي في النهايه خالص الى ضعف مستوى التحصيل والادراك عند الطفل. ده قولا واحدا، دي النهايه بتاعتها. لكن قبل ما نوصل لكده هي تاثر على القلب، وهتاثر على الصحه العامه، وهتاثر على مقاومته للامراض، وهتاثر على تركيزه قبل ما يستوعب. يعني كل انه يقعد ويركز في الدرس ده محتاج ان صحته تكون كويسه. لو هو مش مركز مش هيحفظ، بعد كده مش هيبقى عنده القدره على استرجاع الماده العلميه اللي هو حفظها. هي في منها انواع دكتورنا العزيز؟ طبعا. الانيميا دلوقتي احنا بس ايه، كنت حابب ادي للساده المشاهدين فكره سريعه كده عن الانيميا، علشان حتى الدكاتره وحتى الصيادله بيعملوا لنا مشاكل في تعريف الانيميا. انا التعريف الانيميا بالارقام، مش انا دلوقتي في علامات بتبان على الطفل، الطفل شاحب، مجهوده ضعيف، بيتعب من اقل مجهود، مش قادر يركز، وشه مصفر، ضربات قلبه سريعه، ميال لانه ينام كتير، كل دي اعراض بتقول ان عنده احتماليه ان يكون عنده انيميا. انها انيميا؟ ما احنا بقى هنعمل يعني اللي كتير بنسمعه انيميا نقص الحديد، من اشهر الحاجات اللي موجوده عندنا، اللي السبب الاساسي. احنا عندنا ثلاث انواع، يعني هم عدد انواع الانيميا تصل الى المئات لما نفصصها، لكن الاسباب الكبيره عندنا ثلاث مجموعات. الانيميا الناتجه عن فقد الدم، فقد الدم ده بيكون نتيجه حاجتين، اما فقد مستمر، يعني ولد عنده انكليستوما، واحد كبير عنده بواسير، او برضه مش تغير عنده بواسير، فده فقد كميات صغيره من الدم شويه بشويه بيوصلنا الى الانيميا. هل ينطبق الكلام ده على البنات والبيريود والكلام ده برضه يعتبر؟ اكيد اكيد. ما احنا قلنا لما بنيجي نشوف احتياجات الجسم للحديد بالنسبه للاطفال، هيبقى الصبيان والبنات زي بعض. في فتره البلوغ والكبر البنات محتاجه حديد اكتر من الصبيان، يعني البنت بتبقى محتاجه 15 مللي جرام في اليوم. فتره الحمل هتبقى محتاجه ال 25، لان الحمل بيبقى مصحوب بالانيميا. الاحصائيات البسيطه بتقول ان عندنا 20% من الاناث عموما عندهم انيميا. ليه؟ لانهم عندهم الدوره والعادات الغذائيه بتاعتهم، الدم اللي بيتكون بين الدوره والدوره غير متلائم مع كميه الدم التي فقدت. الاحصائيه دي ايه، مصريه ولا عالميه؟ لا دي مصريه، الصحه، وزاره الصحه. تمام. بعد كده بالنسبه لفتره الحمل بقى هتلاقي نسبه الانيميا في الحمل بتصل الى 40 ل 50%، لان الحمل كميه سوائل الدم بتزيد وانتاج كرات الدم الحمراء بيقل، فالتناسب بين احتياجات الجسم من كرات الدم الحمراء والتركيب الطبيعي بتاع الدم بيخلي في الفتره دي بتحصل انيميا. لذلك طبيب النساء او طبيبه النساء مهم جدا انها اولا اسست الام، بتعد الزوجه الحديثه لانها تكون ام، يعني لازم صحه المراه دي التربه اللي هنزرع فيها، وتبدا من مجرد بدايه التخطيط لحدوث حمل. ايوه، من مجرد ان اتجوزت وعندها استعداد رغبه في انها تجيب طفل. لازم الام دي تبقى صحتها ان جنرال 100%، والانيميا مفيش. الارقام طبعا هي هنا، الارقام هي الفيصل، والارقام لازم تكون ديفينيت. يعني انا دلوقتي ايه مثلا بالنسبه للاناث من 12 ل 16، فانا بشوف دكاتره كتير جدا، بشوف صيادله كتير جدا، لما يلاقوا النسبه 11 يقول لها ماشي، احنا في مصر هنا 11 ده كويس، والناس لانها مش عايزه تجيب ادويه ومش عايزه تتعالج، مش عايزه تحط كونسبت ان انا عيانه، بتقبل كده. يعني 11 دي حضرتك تقصد تقول انها 11 انيميا؟ 11 انا فاهم هي انيميك، بس هل تاخد علاج؟ تاخد علاج. انا لازم اوصل الانسان اللي قدامي الى 12 ونص 13 على الاقل، على اساس ان احنا في احنا قلنا من السبب الرئيسي فقد الدم عن طريق لا اما كميات صغيره متكرره لفتره طويله او نزيف. اي حد في الدنيا معرض لنزيف، لو هي في ميل لو هي انثى بالذات ممكن تجي لها دوره جديده. فكده يبقى احنا لازم معديين ل 12 علشان نبقى في امان. طب حضرتك